في ضربة البداية نيجيريا 3-1، سجل الأهداف عماد متعب وأحمد حسن ومحمد ناجي جده اللي كان وقتها أخذ هداف البطولة برصيد 5 أهداف. يعني من كل ال7 بطولات حققنا 6 فوز، كسبنا كل المباريات ما عدا بطولة واحدة بس اللي هي إيه، البطولة الوحيدة يمكن اللي هي خسرنا كانت 86 من السنغال 1-0. ده يمكن مباريات يمكن ذكرناكم كده بمباريات الافتتاح، وزي ما قلنا هي هتبقى مباراة فريدة من نوعها. مباراة الافتتاح النهارده ما بين مصر وزيمبابوي، هنتكلم دلوقتي والتشكيل بتاع زيمبابوي نزل. ممكن اقوله لحضراتكم بيلعبوا هم بال4-2-3-1 في حراسة المرمى سيباندا، وده يمكن ساعدنا كمان على التحليل ان احنا ان شاء الله النهارده هنحلل منتخب زيمبابوي بالتفصيل. في حراسة المرمى سيباندا، مين؟ سيباندا 32 سنة. الاثنين المساكين مونيتسي بيلعب في اورلاندو بايرتس، وده اللي هو المساك اللي قدامنا اليمين رقم 8، عنده 22 سنة بيلعب في اورلاندو بايرتس. المساك الايسر هديبي بيلعب في كايزر اتشيفز. يمكن هو على فكرة هو مغير حارس المرمى سيباندا، ده كان في حارس دايما بيبدا اللي هو جورج، لا هو بادئ بسيباندا صاحب ال 35 سنة، والحارس دوت كان بيلعب قبل كده في كابس يونايتد اللي هو كابس يونايتد الزيمبابوي، والحارس ده مميز بتسديد الضربات الثابته، يعني ممكن نلاقيه في الوقت في المباراه لو في ضربه ثابته قدام ممكن نلاقي الحارس متقدم وبيسددها، هو مميز بالحاجه ديت يعني. الباك اليمين داريك وا، وده من افضل اللاعبين، ظهير ايمن نوتنغهام فورست. الباك الايسر لونجا بيلعب في جولدن اروز الجنوب افريقي. الاثنين الارتكاز ودول خطيرين جدا، إليك موديمو بيلعب في الدوري الويلزي وده البوكس تو بوكس، لكن اللي جنبه اللي هو ناكامبا ده لعيب هولدنج ميدفيلدر، لاعب قطع كرات في وسط الملعب، لعيب قوي جدا بدنيا مميز جدا بقطع الكرات، عنده 25 سنة وبيلعب في كلوب بروج البلجيكي، وده يعتبر أغلى لاعب في منتخب زيمبابوي اللي هو ناكامبا. قيمته التسويقية قد إيه؟ 5 مليون يورو و850 ألف. ناكامبا اللي هو الارتكاز الثاني. اللي قدام خاما بليت عنده 28 سنة بيلعب في كايزر اتشيفز الجنوب افريقي، وطبعا كلنا عارفينه خاما بليت مميز ان هو بيجي من تحت، هو اللعيب اللي بيطلعوا عليه من تحت من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية، دايما بيجي من تحت الفيرويد. الجناح الايسر الخطير موسونا بيلعب في لوكيرن البلجيكي عنده 29 سنة. الجناح اليمين أوفيدي كارورو رقم 10 بيلعب في أمازولو في جنوب أفريقيا. يمكن هم أخطر 2 لعيبة اللي هم صنع الألعاب، رقم 10 اللي قدامنا على الشاشة ورقم 17 اللي هو موسونا. الاثنين دول يا جماعة في منتهى الخطورة على منتخب مصر اليوم، إن شاء الله نحد من خطورتهم. رقم 11 اللي هو خاما بليت ورقم 17 اللي هو موسونا. الجناح اليمين أوفيدي كارورو ده الكابتن، هو الخبره برضه عندهم مميز ان هو الفينش بتاعه عالي، وعلى فكره اقوى جبهه عندهم رغم ان احنا قلنا ان هو صانع الالعاب مميز والجناح الايسر مميز، الا ان الجبهه اليمين بتمثل نقطه القوه الكبرى لمنتخب زيمبابوي. النهارده ايمن اشرف هيكون عليه دور مهم جدا 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 في ايقاف الجبهه اليمنى القويه جدا لمنتخب زيمبابوي. عندك داريكوا اللي هو الباك اليمين بيلعب في نوتنغهام فورست، وقدامه وفيدو كارورو، الجبهه دي بتبقى جبهه قويه جدا، الجبهه اليمنى دايما بيخترقوا منها وبيعملوا منها عرضيات، ليه اللي جاي من ورا بقى غير مراقب سواء خاما بليت اللي هو بيبقى في العمق او مسونا الجناح الايسر. المهاجم موشيكوي بيلعب في الدوري الصيني، عنده 31 سنة وده يمكن مفاجأة ان هو بدأ بيه النهارده، عنده 17 مباراة دولية ومسجل 6 أهداف، كان دايما بيعتمد على بعض المهاجمين زي كادويري والمهاجمين التانيين، لكن النهارده هو واثق في موشيكوي اللي بيلعب في الدوري الصيني واللي قدامنا على الشاشة اللي هو المهاجم، مسجل 6 أهداف في 17 مباراة دولية. يبقى ده التشكيل اللي احنا قلنا بيلعبوا 4-2-3-1. كان في بعض الناس قالت لك ده هو ممكن يخاف من منتخب مصر ويلعب بيه 3 ارتكاز، لا هو الراجل واضح ان هو عنده جرأة بيلعب بيه 4-2-3-1. قلنا ناكامبا اللي قدامنا على الشاشة رقم 18 اللي هو ده بيلعب كهولدنج ميدفيلدر، بينزل وسط الاثنين المساكين وبيلعب في كلوب بروج البلجيكي، نركز معاه لان هو اغلى لاعب في القيمة التسويقية، بيلعب في كلوب بروج البلجيكي ناكامبا اللي هو لعيب الهولدنج ميدفيلدر. اللي جنبه موديمو هو اللي بيكمل وبيحول طريقه اللعب من 4-2-3-1 ل 4-1-4-1 بالزياده الهجوميه اللي بيعملها موديمو.
قلنا الاخطر اثنين لعيبه وركزنا نعمل عليهم دواير كده اللي هم خامة بليت خطورته ايه؟ خامة بليت متحرك، هو على الورق صانع العاب، ولكن هو تلاقيه هو اللعيب اللي بيحول الفريق من الحاله الدفاعيه للهجوميه، حبه تلاقيه جناح يمين، حبه تلاقيه جناح شمال، لعيب متحرك، واخد ايه؟ حريه حركه، يعني طريقه اللعب من وجهه نظري ممكن اشوفها 4-4-1-1. هتقول لي ازاي؟ هقول لك ان الواحد اللي تحت الفيرود ده هو خامة بليت.